مشاهد اقتحامات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين لمناطق في الضفة الغربية ليست جديدة، لكنها تصاعدت بشكل لافت وبلغت مستويات غير مسبوقة في الأيام الأخيرة، من أبرزها الاقتحام الذي نفذه الجيش الإسرائيلي في مخيم نور شمس في طول كرم في الضفة الغربية. يقول الجيش الإسرائيلي إنه أسفر عن مقتل مسلحين فلسطينيين بينما أصيب عدد من جنوده. أما مصادر محلية فتقول إن القوات الإسرائيلية نفذت حملة دهم واعتقالات وإطلاق نار وتفتيش المنازل في المخيم. ونشر الجيش الإسرائيلي قناصة في عدد من البيوت واحتجز بعض السكان في بيوتهم حسب مصادر محلية، بينما قامت الجرافات بأعمال تجريف وتخريب في بعض الممتلكات. العملية العسكرية هذه أدت إلى تدمير البنية التحتية، مما أسفر عن انقطاع الماء والكهرباء وخدمات الإنترنت على عدد كبير من المنازل بالمخيم. في حين أكدت مصادر منع القوات الإسرائيلية طواقم الإسعاف من الدخول والوصول إلى الجرحى وجثامين القتلى. أما كتيبة طول كرم التي تضم مسلحين من عدة فصائل فلسطينية فأكدت أنها ستستمر في مواجهة القوات الإسرائيلية. عاد عن اقتحامات الجيش، ما زال المستوطنون ينفذون هجماتهم ضد الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية، إحداها التي وقعت في قرية الساوية جنوبي نابلس وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى فلسطينيين حسب الهلال الأحمر. استمرار هجمات المستوطنين الإسرائيليين لا يبدو أن العقوبات التي اتخذتها دول عدة ضدهم كانت كافية للحد منها، أمر تتصاعد معه التحذيرات الدولية من أن استمرار إجراءات الجيش وعنف المستوطنين الإسرائيليين يدفعان باتجاه إشعال الضفة الغربية.